لا يجوز، لأن لجنة التظلمات زي ما قال الكابتن عصام عينت من خلال ترشيح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبموافقة الجمعية العمومية، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنعقد وتحلها. يعني ما تقدرش تجيب جمعية عمومية غير عادية تسحب الثقة من لجنة التظلمات، واللجنة دي بالذات هي اللي محصنة، والذي أعطى هذا التحصين للجنة هم أعضاء الجمعية العمومية. يعني ناس كثيرة جدا انتقدتني عشان أنا قلت إن اللجنة لا يجوز الطعن عليها. من أعطى هذا التحصين للجنة؟ الجمعية العمومية، أعضاء الأندية هم الذين أعطوا هذا التحصين، واخد بال حضرتك؟ وليس أي خبير من خبراء التشريعات. دي نمرة واحد، دي نمرة مهمة جدا. القضية الأخرى أن لجنة التظلمات لا يجوز ليها أن تحل من قبل مجلس إدارة الاتحاد بناء على مبدأ قانوني مستقر، أن السلطة الأدنى لا يجوز أن تقيل السلطة الأعلى. فإذا كان الحق للجنة التظلمات أن تطعن، أن يطعن على قرارات مجلس الإدارة، فهل هل من المنطق القانوني أن يقلها مجلس الإدارة؟ مش معقولة. طب يا دكتور، ماذا عن تعديلات لائحة النظام الأساسي اللي في الفيفا والمفروض ترجع ويتم موافقتها من قبل الجمعية العمومية؟ انا بقول في الوقت ده ايه اللي يحصل بالظبط؟ ما انا بقول لحضرتك يا كابتن زكريا، خلاص، ما انت حضرتك الموسم انا حسمتها في الاول، الموسم اداريا مستمر. الموسم اداريا مستمر. يعني انور صالح يشتغل لوحده دلوقتي؟ ما ينفعش. ما انا بقول لحضرتك ده السؤال، ده السؤال اللي بنناقشه. ما انا بقول لحضرتك يا دكتور انا عايز اسال حضرتك سؤال استيضاحي هيوضح حاجات كتير قوي دلوقتي. افرض انه الأخ أنور صالح بصفته يعني المكلف حاليا مؤقتا بتسيير أعمال الاتحاد، اتخذ قرارا ما ضد لاعب أو ضد أحد عناصر اللعبة، ثم تظلم هذا العنصر عند لجنة التظلمات ضد القرار اللي عمله أنور صالح، هل تستطيع لجنة التظلمات أو لجنة الاستئناف أو الأبيل أنها تلغي قرار أنور صالح؟ وفقا للائحة لجنة التظلمات المادة 20، يجوز للجنة التظلمات أن تغير أو تعدل أو تلغي أو تؤيد قرارا صادرا من لجنة الانضباط أو لجنة شؤون اللاعبين أو لجنة القطاعات أو لجنة المسابقات أو قرارات مجلس الإدارة. اللي هي بقى فوق، اللي هي فوق. يعني أنا يا كابتن عصام، أنا مستغرب حاجة بس يا كابتن عصام، هم اللي عاملين هذه اللوائح. يعني الجمعيه العموميه مش عاملين، هم ما بيقروش حاجه، هم اللي عاملينها اللوائح. والجمعيه العموميه للاتحاد المصري هي اللي ماضيه، هي اللي ماضيه على هذه اللائحه. اللائحه دي على شيء وبعد كده انقضوا. يا دكتور، اللائحه دي احنا عملناها زي ما مش عارف كنت سامعنا ولا لا، عملناها 2004 وقعدنا حوالي 4 اشهر. دكتور فيكن 511، الدكتور فيكن جازمجيان هو اللي كان متولي هذا الملف بالنسبه لنا كمجلس اداره، وكنا بنتابع مع الفيفا وبنروح مكاتب ترجمه دوليه بتاعت مش عايز اقول اسمه كمان دكتور كذا هاشم، وعملنا ونروح ونيجي ونسافر لغايه اما يعني عملنا هذه المواد اللي بتحصن هذه الجهه اللي يعني تنقذ كل اطراف اللعبه من عسف الاخر. يعني ما فيش حد يقدر يتعسف في مواجهه الثاني، لانه هذه وعلى اساسها قلنا انه ممنوع على اي عنصر من عناصر اللعبه اللجوء للقضاء العادي، لانه في هنا لجنه قويه، هذه اللجنه بمثابه الجهه القضائيه الخاصه بينا احنا واحكامها لا معقب عليها. وبعدين بموجب حل لجنه التظلمات بقرار غير قانوني منع النادي المصري والنادي الاهلي من تقديم التماس اعاده نظر من القرارات الصادره من لجنه التظلمات في خلال 10 ايام من العلم بسبب هذا القرار. اين سيقدمون التماس اعاده النظر؟ هو انت مش المفروض تلجا اللي انت حضرتك قلت يا استاذ محمد. لا، هم من حقهم ان يقدموا في خلال 10 ايام من تاريخ الاخطار التماس اعاده نظر. هذا الالتماس مقيد بشرطين، الشرط الاول ان يكون هناك دلائل وقرائن جديده لم تكن معروضه امام لجنه التظلمات او حجبت على كلا الطرفين، او اثبات ان هناك في مخالفه للقوانين واللوائح بدلائل واسانيد قاعديه ونصيه. يعني اذا دلوقتي يا دكتور فضل الله، الاهلي او المصري حب يتظلم مش هيلاقي حد يتظلم له، خلاص كده يعني. ما انا بقول لحضرتك هم ليهم ان هم ال 10 ايام دول ان هم يقدموا التماس اعاده النظر. طب دكتور فضل الله، لهم المحكمه الرياضيه. دكتور محمد، نعم، احنا هنرجع لنقطه الصفر من جديد. نعم يا دكتور. هذه القرارات غير ممهوره او موقعه من اي طرف. يعني الورقه اللي عندنا
ورقة زي أي ورقة من أوراق الاتحاد مكتوب عليها القرار دي بدون توقيع. يعني احنا بنناقش في أمر أنا أعتقد أنه يعني معرفش. بس أنا عايز أقول لحضرتك زي تصدر ورقة بهذا الشكل. بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة هنا، الموقع الرسمي لأي هيئة يعتبر ما يكتب عليه محررا رسميا يجوز الاعتداد به، فإذا كتب بطريقة الخطأ فيحاسب عليه الاتحاد المصري لكرة القدم. وهذا اللي احنا بنتكلم عليه الآن، يعني ازاي هذه الورقة اللي أرسلت إلى الجهات المعنية سواء الأندية أو كل الأطراف أو اللجان اللي هي هيحلوها ما عليهاش أي توقيع من التوقيعات، صرف النظر بقى عن الموقع مكتوب فيه أو غير مكتوب فيه. النهاردة ما ده يبين إن هم يعني هناك خلل وهم مش فاهمين حاجة. كل يوم لا هنشيل لجنة التظلم، تاني يوم لا النهاردة لا ننفذ كلام يعني ناس مش عارفة أي نوع من أنواع اللوائح ولا قانونية هذه اللوائح، ولذلك بيطلعوا الكلام ده بخوف، هم خايفين بدليل ان مش حاجه موقعه. انا بقول لك مش احنا موقعة. مش احنا ده يعني النهارده احنا على موقع الاتحاد لا يطلع على الموقع بس النهارده النهارده الكلام ده لا لا في 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 موظف بس في موظف بيتلاعب واحنا هنقطع ايده في فيروس دخل يعني النهارده ده مش موقع ازاي نعتمد عليه ونتكلم عليه بصراحه يعني. طيب دكتور فضل الله ممكن اسمح لي دكتور فضل الله انا بس عايز ااكد على حاجه مهمه عشان خاطر بس نقفل الجدل لان هذا الكلام يعني برضه عشان الناس تاخده عشان خاطر ما يتقال ان ما اتقالش ان انت حضرتك سالت سؤال مهم جدا اين سوف ينظر طلب التماس النظر المقدم من مصر او من الاهلي ضد هذه العقوبات تمام. نمره واحد. نمره اثنين اذا لجانا للمحكمه الرياضيه سواء المصري او الاهلي ولم يقدم الشرطين التاليين لن تستطيع المحكمه الرياضيه ان تقبل. ايه هما الشرطين؟ اما ان يقدم نصا لائحيا في لائحه النظام الاساسي اكيدا يؤكد انه في حاله نشوء النزاعات الوطنيه نلجأ للمحكمة الرياضية أو يقوم بإبرام مشاورات التحكيم مع الاتحاد المصري لكرة القدم. طب ما دول مش هيبقوا متوفرين. لا هو ممكن يعمل مشاورة التحكيم يطلب من الاتحاد مشاورة التحكيم ويوافق له سواء النادي ده أو النادي ده. دي الحالة اللي حضرتك يعني ودي حصلت في قضية نادي الشباب السعودي الحالي عندما ذهب إلى المحكمة الرياضية الدولية قالت له أنت ما عندكش نص اعمل لي مشاورة التحكيم، رجع للاتحاد كرة القدم السعودي وهذا موجود من الممكن أن نرجع إليه. وطلب منهم مشاورات التحكيم وافق له الاتحاد السعودي، راح المحكمه الرياضيه ايدت حكم مجلس اداره الاتحاد كره القدم السعودي. تمام. ولكن هذه النصوص لازم الناس تبقى عارفاها. انا عندي رد على يا دكتور. نعم يا فندم. اللائحه اللي احنا وضعناها اللائحه دي ما اعرفش تعرضت للتغيير ولا ما تغيرش، لكن انا متاكد زي ما انا متاكد ان انا موجود حاليا في ملعب الاهلي ان احنا حطينا في النظام الاساسي الاول اللي وضع في تاريخ الاتحاد حطينا فيه منع أو حظر اللجوء للقضاء العادي في المنازعات بين أطراف اللعبة، وإنه وما نحن كنا عاملين لجنة التظلمات ليه ولجنة أبيل ليه، وإنه كل هذه النزاعات تحال إلى لجنة التظلمات أو لجنة الأبيل أو لجنة الاستئناف، وهذا كان منصوص عليه في اللائحة الأساسية للاتحاد المصري. هل اتشالت؟ لا فضل النص ده يا كابتن عصام، ولكن قيدوا نظر المنازعات بان المنازعات التي تنشا على ارض الوطن يكون حلها او الملجا الرئيسي المحاكم الرياضيه اللي موجوده في مصر، يعني اخر مرحله هي دي. طيب خلاص يعني المنازعات الوطنيه الدوليه هي اللي تروح للمحكمه الرياضيه الدوليه، يعني النص طلع ملفوف شويه، انا مش مؤمن بهذه السياق، النص ملفوف شويه لان احنا طبعا ما بنحطش الامور دايركت واخد بال حضرتك، لكن هم اذا طلبوا مشاورات التحكيم من الاتحاد المصري لكره القدم يستطيع الاتحاد ان يسمح لهم بهذه المشاورته ويلجاوا الى المحكمه الرياضيه، بس لازم ياخذوا هذا الاجراء. تمام دكتور فضل الله معلش سامحني عشان الوقت، هسالك سؤال بس جاوبنا عليه بسرعه، القرارات نعم. التي اتخذت ساريه؟ ساريه؟ اه من لجنه التظلمات؟ اه اللي اصدرتها اللي اصدرها المستشار حازم بدوي ساريه. انت مبدا قانوني الاثر الفوري لاصدار القرار اه يعني ليس الاثر الرجعي، يعني بعد الكلام اللي طلعته اللجنه التنفيذيه في اتحاد الكوره ده لا يلغي القرارات اللي تم اتخاذها. لا ما يقدروش طبعا ما يقدروش. لا وهنا بياكدها. اشكرك دكتور فضل الله شكرا جزيلا. معايا على التليفون برضو الاستاذ عمرو فاروق عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ عمرو السلام عليكم.